كبداتي لاباس عليكم، هانيه اموركم بخير وعلى خير. شكرا بزاف متتبعاتي ديالي اللي كيسولوا فيا في الانستغرام سواء في يوتيوب، شكرا الحمد لله. المهم صافا، المهم كلشي بخير صافي. البنات شويه بعدا درت نوصيكم على البنات، المهم كان ضربني شويه البرد ودرت الشح والكاليبتوس، شجره الكاليبتوس خوتي الكاليبتوس وعطيتو ليه وجات وخرت به صراحه، وليت بخير وعلى خير الحمد لله بخير وعلى خير. لاول مره البنات كيشوف القناه ديالي ما تنسانيش بالضغط على اللايك والاشتراك، شكرا لكم المتابعين ديالي. بلا ما نطول عليكم، ان شاء الله اليوم جيت لكم بواحد الطريقه ولا وصفه ديال الاحذيه باش ما تبقاش لكم فيها الريحه عن تجربه. المهم كنستعملها انايا وتعطيني النتيجه والحمد لله. هما البنات اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الطريقه او وصفه باش تحيدوا بها رائحه الاحذيه، يعني بمكون واحد تنساو ريحه الاحذيه لوليداتكم الصغار. كاين اللي تيكون وليداتو هي صغار وتتكون تعطي ريحه العرق او الرائحه للبس برجيله كتولي ريحه رجليه ما تقديش تشميها. المهم البنات مكون واحد ووصفه رائعه 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 بزاف. البنات هانتوما بالنسبه للمكون هو القزبر اليابس، المهم كيف ما كتشوفوا معايا ها هو هكا كيكون القزبر اليابس. كناخذوه كنقيوه مزيان كنديروه في مقيله بحال هكذايا، كنديروه في مقيله وكنردوه شويه تقلى في البوطه يعني تحمر لينا غير شويه. كيف ما كتشوفوا معايا كتاخذوا المقينه ديالكم كديروا فيها القزبر اليابس هكا حبوب ديروه، ما تاخذوش البنات مدقوق عند العطار ولا عند الكرو، خذوا هكا حبوب وخليوه حتى تحسوا به عطى الريحه ديالو شويه وتحمر لينا عليه، من بعد غادي نرجع معكم. البنات حتى تشوفوا انه صافي تتحل لينا مزيان مزيان، يعني تتحل مزيان صافي كتديروا شي بواطا هكا هانتوما، شوفوا اللون ديالو كي تيولي وكيتحسوا به انه صافي تتحل مزيان، كتعاودوا تطحنوا طحنوا لما طحنش لكم مزيان صافي. من بعد البنات اول حاجه تاخذوا السبرجيله ديال وليداتكم ولا ديال الازواج ديالكم، من بعد ما تكون مصبنه حتى تصبنوها صافي كتشدو كتاخذوا نيت كونتيتي من القزبر اليابس كتحيدي السيور بحال هكا. اصلا الرائحه ديالو تتكون رائعه، كتحيدوا البنات هاد السمينه اللي تتكون الاولى بحال هادي صافي، كتبقاو تفرتتو فيها البنات، ماشي كتفرتتو كتحيدو لا كتخليه فيها، كتبقاي تتوصي بزاف حيتاش اش اللي كيكون تعرق لينا بزاف وكيعطينا الريحه هنا هي جهه الصبع، يعني صافي كتبقاي عطي البنات الرائحه واعره. جربوا البنات هذه الوصفه وهذه الطريقه وشكروني عليها صافي، كتبقاي هكا كدوزيه من كاع البلايص خصوصا حدا الصبع صافي، وكتديري هذه ديريكتومون كديري السمينه صافي وكتنساي الرائحه ديال الاحذيه كتولي فيهم رائحه زوينه. بالنسبه للسبرجيلات البنات وبالنسبه للصبابط سواء رجالاتكم سواء لدياولكم سواء لوليداتكم، المهم اللي تتكون فيها الريحه واللي ما تتكونش في الريحه من الاحسن تديروها. يعني كيف قلت لكم مكون رخيص، يعني شوفوا تبارك الله 5 دراهم شحال درت لكم فيها، وها هو يعني راه تعرفوا القزبر اليابس. وهذا المكون انا صراحه استعملته وقلت نجربه معكم ليكون البنات ما كيعرفوه، خصوصا دابا في فصل الصيف تتكون الريحه والرائحه اللي تتكون ديال الاحذيه ديال الصبابط. ودابا من رجالاتكم ما باقيش تكون فيهم الريحه تاع الرجلين ولا التقاشر تكون فيهم الريحه بهذا المكون البنات اللي شاركت معكم. البنات هذا هو الفيديو ديالي اليوم، نتمنى يعجبكم وتديروا على البنات ما تعكزوش، راه مكون واحد رخيص موجود في اي بلاصه، مشيت عند شي غروب ولا شي عطار بتقول لي عطيني قزبر اليابس حبوب بيجي طحنيه وديريه في صبيبطات وليداتك وسبرجيلات وليداتك
وغادي تشكريني وتشكريني بزاف البنات. نتمنى البنات اللي عجبهم لا فيديو يدعموني باللايكات وبالكومونتيرات الزوينين كي ديما. كنحماق عليكم بزاف بزاف، فيديو جاي ان شاء الله.